سنبدأ في اللغة العربية، طلبتوني بزاف اللغة العربية، وفيديو تاع اليوم سيكون خفيف نوعا ما باش نبدأ، يعني تمهيدي، نصائح، توقعات، كيفاش تراجع اللغة العربية إلى آخره. قبل أن نبدأ فكرت في أمر مهم جدا يهمكم أنتوما ومدى بيا تسمعوني مليح. صحيح هذه القناة فيديوهات، شروحات، دروس، نعطيكم نصائح تنظيم الوقت، نصائح المراجعة، الحفظ، مليئة يعني بفيديوهات مفيدة وكان بزاف اللي فادتهم، لكن مع ذلك لقيت باللي كاين بزاف ناس شو ضاعوا في هذا الفيديو. كاين ناس يحتاجوا واحد يقيديهم، واحد يبقى موراهم، واحد يعني هو ينظمهم، يعطي لهم الدروس، يعطي لهم، ينظمهم، يكون واحد موراهم. وانا صعيب عليا لو كان ندير هاد الشيء، راكو بزاف. خممت اني ندير جروب فيسبوك سكري، ماشي كامل الناس بالطبع، سيكون مدفوع يعني مقابل مبلغ بسيط، ماشي حاجة كبيرة، نقدروا نديروا فيه بزاف حاجات. يعني نكون انا كوم ان جيد، كوم ان بروف معاكم، نجيديكم سواء في نصائح تاع الحفظ، مراجعه، سواء في حل بعض المشاكل، سواء المهم نعاونكم خاصه في المواد الادبيه، الفلسفه كذا، وما ندير فيديو سبيسيال عليها نشرح لكم بيان واش حنديروا في هذا الجروب. ولكن حبيت قبل ما نبداو في هذا العمل نشوف اسكو راكم موافقين انكم تدفعوا مبلغ مالي، ماش حيكون كبير، يعني حنقراو واحد 3 شهور والمبلغ حيكون فري فري قليل على كاع واش تخلصوا في لي كور دروس خصوصيه. المهم انا كتبوا لي يا نعم يا لا، هل انت قابل؟ نعم لا، باش نشوف الا لقيت لو دوموند بزاف نديروها، سينو نكملوها هكذا وخلاص. على كل حال ما نديرو هادية لي فيديو هادو ما يقعدو توجور يمشيو في العشان غراتويتمون نورمال، وهاديك زيادة اللي حب يعني حي بلوس هذا ما كان. المهم نكملو الفيديو تاعنا، نصائح فيما يخص اللغة العربية والتوقعات. حاجة الأولى أنا واش ننصح في اللغة العربية، أنصح دائما باختيار النص النطري، يعني تختار النطر وماشي الشعر. علاش؟ باسكو النص والنطر يكون اسهل في الفهم من الشعر. الشعر تقريبا دائما سورتو اذا طاح لك الشعر الجاهلي ولا الشعر القديم هذاك، يعني يكون فيه كلمات، فيها عبارات موحيه، فيها بزاف كنايه، فيها بزاف استعارات. المهم احيانا يكون يهضر على موضوع انت تفهمه موضوع اخر، يكون من الصعب عليك تفهمه ونخاف انك تروح اورسوجي. انا على بها ننصح بالنص النطر، اللي يكون فور في العربيه وهارب وكذا هذاك سي نورمال يقدر يجاوب على الشعر، ولكن لي واحد متوسط المستوى تاعو، متوسط مستوى تاعو ابتدائي، انا ننصح بالنص بالنطر لانه اسهل. تقرا نص، احنا معتادين نقراو نصوص اكثر من نقراو شعر، هذه حاجه طبيعيه. انت دوك تقرا مقالات، تقرا جورنال، تقرا ماجازين، توجور نقراو مقالات، ولكن الشعر شكون هو يقرا الشعر؟ صعيب على بها، صعيب وتلقى فيه مفردات صعبة، تلقى فيه بزاف حاجات. المهم النص هو الأسهل هكذا باش تاسوري ما تخرجش على السوجي. فيما يخص النقطة ما كاش فرق، يعني اللي يجاوب صحيح هو يعطولو النقطة تاعو، ما كاش فرق انه مثلا ينوطيو بزاف على النص ومينوطيو ولا ينوطيو على الشعر اكثر، ما كاش من عادي. المهم احنا نسيو نخيرو الحاجة السهلة، نسهلو الحاجة على روحنا، وانا ننصحكم انكم تختاروا النص. منذ 2008 اللغة العربية دائما يعطوا لك موضوعين، موضوع شعري موضوع نثري، وانت تخيل هذه توجور هكذا تمشي. كاين 12 محور في اللغة العربية، توجور يعطوا لك من بين هذه المحاور. لو كان نشوفوا النثر، احنا نهضروا على النثر بيس كان نخير النثر، نلقاو فيه محورين فقط، تسمى باش تشوفوا بلي نريزومي ولا العربية كامل في محورين، تسمى واحد لي ام دي سي دي يخير النطر ويبازي على النطر عنده محورين يريفيزيهم هذا ما كان. والعربيه كومبلي شحال فيها؟ فيها 12 محور باش تشوفوا يعني كيفاش تسهلوا الحاجه على روحكم. هذا اذا حين القصه والمسرحيه، باسكو القصه والمسرحيه ما جامي طاحوا في الباك، ربما يقدر يطيح لك هيدا في التقويم ولا حاجه سؤال هيدا خفيف، ولكن يعني يعطي لك موضوع قصه هذه جامي صرات، ولا يعطيك موضوع نطر مسرحية جامي صلات.
تسمى هادو نقدروا نحيوهم من الطريق، ماشي نقول لك ما تريفيزيهمش، ريفيزيهم نورمال ضرب عليهم طله، ولكن اللي نبازيو عليهم والمحورين اللي توجور يطيحوا في النطر هو المقال، المقال في العصر الحديث والنطر العلمي في عصر الضعف. هادو هما محورين اللي توجور يطيحوا توجور منذ ان تقرر النظام الجديد، وكامل الناس هادي على بالها، كامل لي بروف متفقين على ان منذ ان تقرر النظام الجديد السيستم الجديد اللي هم يمشوا به الى حد الان دائما يطيح المقال ولا النطر العلمي في موضوع النطر، ماشي الشعر، راني نهضر غير على النطر، حنا نديرو كي شغل انا خيرنا النطر. السنه الماضيه كان بزاف تلاميذ راحوا أرسوجي باسكو طاح لهم النطر العلمي وهما عم بات لهم مقال، لذلك يجب ان تنتبه لا ديفيرونس، الفرق بين المقال وبين النطر العلمي. كي عرفنا هكذا وعرفنا باللي مثلا نخيروا النطر احسن من الشعر، ونعرفوا باللي النطر دائما يطيح يبازي على محورين، نستبعدوا القصة والمسرحية، راح نوصلوا الى ونعرفوا باللي المحورين هذوك هما المقال والنطر العلمي، تما واش راح نديروا، راح نكونوا اذكياء، الواحد لازم يكون ذكي ماشي ريفيزي هذاك برك، تما كي نحكموا المحور تاعنا المقال، لازم التلميذ واش لازم يدير، المقال لازم يفهمه مليح، لازم يكون يعرف التعريف تاع المقال، يكون يعرف الخصائص تاع المقال، هادو ما نوطيوهم دوك، جبد ورقة وستيلو ونوتي باش هما تحوس عليهم، راح ندير لكم فيديوهات في قادمه ان شاء الله نشرح لكم كلش، ولكن باش تعرفوا شنو هو المهم، المقال لازم تعرف التعريف تاعو، تعرف الخصائص تاعو، كاين خصائص الشكل وخصائص في المضمون، لازم تعرف انواع المقال وشنو هي، لازم تعرف مراحل المقال، لازم تعرف اشهر الكتاب والاعلام تاع المقال يكتبوا مقالات شكون هما اشهر هذوما، لازم تعرف العلاقه خاصه هذه توجور طيح، العلاقه بين المقال والصحافه والطباعه والاصلاح، هذو توجور مهمين جدا. وفي هذا الاطار انا ننصحكم تراجعوا النص التواصلي عندكم، واحد النص تقراوه وقيله تقراوه في التروزيام تاع ماس مازال ما قريتوش، هو النص تاع المقاله والصحافه ودورهما في نهضه الفكر والادب لشوقي ضيف، هذا تقراوه ما باش ولا قريتوه ديجا ولا مازال، المهم هذا كاين في البرنامج تاعكم وفي كل الشعب، انا كاني نهضر هكذا كل شعبه. وكاين تاني حاجه نصيحه نمدها لكم، هي لازم 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 تكون تعرف صاحب النص كي يعطي لك النص، لازم حاجه الاولاد ديجا كي تقراهم بعد لازم تشوف صاحب النص شكون هذا، لذلك لازم تحفظ كامل تعاريف تاع اصحاب النص اللي قريتوهم، وتعرف العصر ديالو، تعرف ايضا واش ننصحك باش تقرا وتريفيزي مليح، النص التواصلي ايضا تاع حركه التاليف في عصر الممالك، هذا نمر وتقرا في الدوزيام تريماس هدايا خلال عصر الضعف. وهنايا اللي غلطوا العام اللي فات التلاميذ كيعطيو النطر العلمي، باسكو لو كان واحد لي ريفيزا هذا النص التواصلي للعنوان تاعو حركه التاليف في عصر الممالك، فهذا النص الكاتب تاع هذا النص اعطى اعلام مشهورين كثيرين في النطر العلمي خلال عصر الضعف منهم الدويري، وهذا هو اللي طاح العام اللي فات، وبعض التلاميذ كامل راحوا غلطوا وداروا بلي النص مقال، بصح اللي كان ريفيزا هذا النص التواصلي تاع حركه التاليف يكون عارف بلي هو نطر علمي وما راهوش مقال، لذلك التلميذ لازم يكون ذكي ومركز ومستنتج، خاصه التلميذ الذكي لازم يقرا ما بين السطور، الاسئله دائما تكون مرتبطه غالبا مرتبطه ببعضها البعض، ربما قد تجد في السؤال جواب لسؤال اخر، مثلا في السؤال الاول يعطيك سؤال ربما هو قد يكون جواب لسؤال الاخير، ما تقدرش تعرف، لذلك لازم لك تركز. مثلا نعطيك مثال في البناء الفكري في اللغه العربيه، يقدر يقول لك مثلا يعطيك سؤال على تحديد فن النص، وقد تجد الاجابه في عن ذلك جاهزه، وين تلقاها؟ في التقويم النقدي، كان يقول لك النص ما قال عرفه واذكر خصائصه، هو يكون عطاك سؤال مع الاول قال لك حدد فن النص، ومع الاخر وقال لك بلي هو مقال، لازم تكون انتيليجون وتقرا كامل الاسئله وتستنتج وتكون ذكي. ايضا على التلميذ ان يعرف خصائص النطر العلمي المتادب، كما هضرنا على المقال ولازم تعرف التعريف وكذا، لازم النطر العلمي ايضا تعرف التعريف تاعو، تعرف الخصائص تاعو، تعرف خصائص الادب في عصر الضعف، اشهر ادباء عصر الضعف، اضافه طبعا
للروافد اللغويه وروابط الاتساق. هادو ما تخافوش، هادو كامل حنا نهضروا عليهم ان شاء الله. وسورتو سورتو لي الى راكو قابلين نديروا هذاك الجروب في فيسبوك، راح نزيدوا تما نتعمقوا اكثر ونحلوا دي سوجي الى اخره. على كل حال هذا الفيديو كان خفيف ظريف، نصائح توقعات وش لازم تدير في العربيه، وحيكونوا مواضيع وفيديوهات جديده. هذه برك يعني تمهيد باش نبداو اللغه العربيه، نشوفوا بها وتكون في الصوره تعرفوا شو فيها اللغه العربيه. هذا هو جلوبالمون اون جينيرال النصيحه تاعي في اللغه العربيه، الى حين نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. وما تنساش تعطيني رايك في السونداج اللي درته لك، يبان لك في لافيش. سلام.